مرحبا، يعطيكم العافية طلاب مات الجايز. راح نتعلم بهذا الفيديو كيف نعمل عملية ديجيتايزنج من صورة راستر نزلناها من جوجل ايرث، او عملية ديجيتايزنج من اي صورة خريطة مسحوبة على سكانر. بداية راح نيجي على الفولدر اللي اشتغلنا عليه قبل شوي بفيديو بتاع جوجل ايرث، ونلاحظ ان نزلنا الصورة رقم واحد، سميناها صورة لدوار المدينة فيها 4 GCB اللي هم النقاط تاع الضبط الاحداثيات A و B و C و D، بالاضافة الى ملف اكسل بيحتوي على احداثيات كل النقاط هاي الـ A و B و C و D بوحدة المتر وبنظام الـ UTM زون 36. الآن هاي ملف الإكسل موجود عندي هون، وهاي الصورة موجودة عندي هون. بدي نبلش الآن فيها ديجيتايزنج، أو نبلش نجهزها لعملية ديجيتايزنج عن طريق برنامج الأرك ماب. فبالبداية راح أضيف الصورة على الأرك ماب وأعملها آد داتا. هاي الإكسل فتح معي الملف، خليها تحت. الآن بدي أعمل كونكت تو فولدر وأفتح الملف الموجود عندي على الديسكتوب اللي سميته دوار المدينة مثلا بالعربي. هاي اوكي، عملت عليه كونكت. لاحظوا هاي الصورة الجي سي بي موجودة عندي الاكسل، والصورة بعمل عليها كبسة واحدة، بعمل طبعا لو عملت دبل كليك على الصورة بطلع لي الباندات الثلاث، فهون بصير عندي شوية اغلاط، عشان هيك برجع اب زي هيك وبكبس كبسة واحدة على الصورة، بعمل اد وبستنى شوي عما تضيف لي اياها على برنامج الارك ماب. ولاحظوا طلع لي هاي الرسالة unknown spatial reference، انه هاي الصورة غير معرفة احداثياتها او غير موجودة، واكيد لانها منزلة من جوجل ايرث وبنظام جي بي جي، فاحنا هسا نعرف احداثياتها ونسيفها بنظام تي اي اف اف. لان هاي الصورة موجودة عندي على برنامج جوجل ايرث، عشان ابلش عملية تعريف الاحداثيات بدي افعل نظام جيو ريفرنسنج بالبرنامج، واعمل هون كليك يمين على اي مكان فاضي واختار من عندي هون اللي هو جيو ريفرنسنج، بطلع لي شريط ادوات اسمه جي ريفرنسنج، بقدر اعمل منه عمليه تعريف نظام الاحداثيات. الان بعمل زوم عند اول نقطه الاي، بعمل عليها زوم كثير بحيث انها تبين بشكل كثير واضح عندي. بكبس على هاي الاداه اللي اسمها اد كنترول بوينت، بكبس عليها بلاحظ انه الماوس تغير شكله لشكل زائد. بروح على منتصف النقطه بكبس كبسه واحده وبسحب بالماوس، بلاحظ انه الماوس بيتحرك زي هيك معاي. بعمل كليك يمين وبعمل انبوت اكس اند واي، لاحظ هون بيطلب مني ادخال قيمة اكس وواي للنقطة A. بروح على ملف الاكسل الموجود عندي، بنسخ الاكس والواي على الارك ماب بكل سهولة، او بكون كاتبهم على ورقة وبدخلهم انا بايدي بالكيبورد، بس الاكسل بريحني وبيختصر علي عملية الاخطاء اللي ممكن تصير خلال نقل الارقام. طبعا اذا في هون سالب بشيلها لان القيمة عندي كلها بالموجب. نعمل اوكي. لاحظوا الان الخريطة اختفت، لكن هي موجودة بس بزوم اخر. بعمل هون كليك يمين على الصورة وبختار زوم تو لاير عشان ترجع للزوم الطبيعي. الان ايه جهزتها ودخلت احداثياتها بنفس الطريقة، بروح على بي بعمل زوم زي هيك. لاحظ شوي بطيء البرنامج لانه الصورة حجمها كثير كبير بالنسبة للخرائط الموجودة على الجي اس. بروح بعمل اد كنترول بوينت على نص النقطة تاعت البي، كبسة واحدة، بروح على اليمين انبوت اكس اند واي، وبروح اجيب احداثياتها من الاكسل ك x و y موجودات عندي. هاي بيست لل x وهاي ال y، نعملها كمان مرة بيست. هاي اوكي. الان عبال نقطة b، برجع برضو كليك يمين زوم تو لاير. لاحظوا الخريطة بلشت تميل معاي، وهذا دليل على انه انا بالاحداثيات بلشت يصير عليها عملية ضبط. الان بكمل عند النقطة c، هاي بعملها كمان مرة زوم، وصلت عند اخر اشي هون بنقطة السي، بعمل اد كنترول بوينت، كبسة واحدة، بحرك بالماوس انبوت اكس اند واي، وبرجع بجيب الاحداثيات من الاكسل، كوبي بيست، وبرجع على الاكسل مرة ثانية كوبي بيست. اوكي، الان الصورة مالت كمان مرة. بعمل زوم تو لاير، بلاحظ الميلان نوعا ما شوي خف. برجع عند النقطة دي، هاي زوم على الدي اكثر اشي، وبكبس على اد كنترول بوينت لاخر نقطة، كبسة واحدة، بعدين كليك يمين انبوت اكس اند واي. لاحظوا هون بلش يعرف الاحداثيات لحاله، لكن الرقم مش كثير دقيق زي ما احنا كاتبينه عنا، فهون دليل انه الاكسل او سوري الارك ماب قاعد بيعمل انتربوليشن وبيعرف احداثيات النقاط من تلقاء نفسه بناء على النقاط اللي انا دخلت ليها بالبداية. هاي كوبي، هاي اخر نقطة عملنا لها الواي بيست. هاي اوكي، برجع بعمل كليك يمين زوم تو لاير. هاي الشكل النهائي للصورة المصححة ومعمولة عملية جي ريفرنسنج. لاحظوا فيها شوية ميلان، لأن لو أكبس هون على لينك تيبل
الموجود عندي هون، بلاحظ انه عندي اربع نقاط موجودين هون. اذا بدي اعدل احد القراءات من ناحيه اكس واي ماب هذول بعدلهم، بكبس دبل كليك عليها بسمح لي اعدل على الارقام الموجوده. اذا بدي احذف احد النقاط باشر عليها زي هيك، بعمل لها ديليت على هاي الكبسه، ديليت لينك. في حال دخلت نقطه بالغلط او كبست عليها بالغلط، اعمل دبل كليك بتلاقيها نزلت على اللينك تيبل هون، واعمل ديليت لينك. لاحظوا هون الايرور قديش عندي، الايرور عندي 14.6%، وهون بسبب انه ممكن الاحداثيات تكون فيها خطا بقراءه الاحداثيات، او ممكن مواقع النقاط مش متوازيه تماما، او ممكن الزوم انا عامله مش كافي. لكن احنا بما اننا قاعدين نتدرب ممتاز بالنسبه لهاي الايرور 14، ما في اي مشكله. ما انه الصوره طاجت، انا بهمني الديتيلز اللي بالنص على الزوايا، اكيد طلعوا فيها صار عمليه تشويه على الزوايا، لكن مش مهم. المهم المنطقه اللي بالسنتر اللي منطقه الدراسه تبعتي. بعد ما اضيف الاربع نقاط، اتاكد من الارقام واتاكد من الامور تمام 100%، هيك بكون خزنت انا كل النقاط. عشان اسيف وانتقل للخطوه الثانيه، بعمل جي ريفرنسنج وبعمل ريكتيفاي. الان هنا بدي اختار الاوتبوت لوكيشن او وين يخزن لي الصوره. بدي اعمل هيك كليك اوبن، واعمل من هنا اب زي هيك كاميرا، او اختار من هون فولدر كونكشن، واكبس على دوار المدينه اللي هو الفولدر اللي انا شغال عليه، واعمل له اد. الان اسم الصوره شو راح اسميه؟ راح نعمل هون ديليت ونسميها ريكتيفايد، ريكتيفايد عشان نميز عن الصورة الأصلية. بس أخلص أتأكد إنها فورمات تي اي اف اف، عشان حكي الامتداد هذا بيفرق عن الجي بي جي، إنه بيفيدنا بحفظ الإحداثيات الكوردينيتس تاعت الصورة، وبيخزنها بشكل أفضل عشان نعملها عملية ديجيتايزنج. بعمل سيف، بستنى هون عم بعب العداد لحد ما يسيف للصورة، وهيك بكون خلصت عملية جيو ريفرنسنج بإضافة الأربع نقاط وتعريف إحداثياتها حسب ما أخذتهم أنا من جوجل إيرث. طبعا مثل ما حكينا بإنه ممكن نقدر نأخذ الإحداثيات من جهاز جي بي إس، أنزل على الميدان أو أروح على هاي المناطق الـ A والـ B والـ C والـ D فعليا وين هي موجودة بعمان، وأخذ لها جي بي إس بطلع يمكن عندي قراءة أدق، وممكن يقلل الإيرور طلع معي قبل شوي اللي هو 14%. لهيك خلصت أنا عملية الجيو ريفرنسنج. الآن الصورة جي بي جي الأصلية صار ملهاش داعي، فبدي أعملها ريموف، وبدي افتح الار كتالوج من هون، وابلش اروح عند دوار المدينه من عند الفولدر كونكشنز. هاي دوار المدينه وهاي الريكتيفايد، بدي اعمل عليها كليك يمين بروبرتيز عشان اشوف شو نظام الاحداثيات اللي عليها. طبعا على الاكيد لانه احنا ما حاطين نظام احداثيات، راح تلاقي هون سبيشال ريفرنس حاط لك عندها انديفايند. طبعا احنا بنعرف من جوجل ايرث او من نظام الاحداثيات اللي اخذناه والارقام اللي اخذناها كان بليو تي ام زون 36 نورث، على اساس هيك راح احدد هون انه نظام الاحداثيات لهي الصوره هو زون 36 نورث يو تي ام. نعمل ايديت من هون. الان لاحظوا هون تقدر تكتب سيرش هون او بتقدر تختار، وخلينا نتعلم كيف نختار. بنروح على البروجيكتد، بعدين بنروح على اليو تي ام، ننزل اخر اشي على WGS 1984، بنروح على نورث هيمسفير، وبننزل لعند وين زون 36 نورث، 36 نورث. بعمل عليها اد تو فيفوريت بحيث انه يخزن لي اياها مع الفيفوريتس الموجودات هون، وبعمل اوكي انه يختار لي زون 36 نورث. لاحظوا اختار لي اياها وصارت الخريطة معرفة. لان اوكي هيك الان عرف نظام الاحداثيات، وهي الخطوه الثانيه بعد الجي ريفرنسنج اللي هي ديفاين بروجكشن. عرفت انه هاي الصوره بنظام الزون 36 نورث يو تي ام. الان برجع بضيف هاي الخريطه على الارك ماب، بسحبها وبرميها جوا الارك ماب. اذا طلع لي نفس المسج تاعت انه انون سبيشال ريفرنس او فيها مشكله بسبيشال ريفرنس، بقدر اروح على الارك تول بوكس من هون عشان اعمل عمليه ديفاين بروجكشن مره ثانيه واحدث لها نظام الاحداثيات، لانه احيانا بكون مش ماخذه عندنا هو موجود. حكينا اذا ما كانت متعرفه نظام الاحداثيات على او تعطاني المسج تاعت الانون سبيشال ريفرنس، بفتح الارك تول بوكس، بروح من هون على داتا مانجمنت تولز، بعدين بنزل عند بروجكشن اند ترانسفورميشن، وباجي عند ديفاين بروجكشن، وهنا بختار الصوره الموجوده عندي، بعمل عليها هيك اوبن اللي ريكتيفايد، بعملها اد، وهون الكوردينيت سيستم بكبس على الكبسه الموجوده عندي هون على اساس اختار لها نظام الاحداثيات. لاحظوا محدد لي 36 دليل عليها معرفه، لكن في حال اعطاك الايرور مسج تقدر تختار نظام 36 نورث وتتاكد انه الامور تمام. بنعمل كانسل هون، وهي كمان مره كانسل، بسكر الارك تول بوكس. طبعا هون في عندي عند اللايرز هاي نظام الاحداثيات الشغالين عليه الان، اعمل بروبرتيز، اختار نظام الاحداثيات او حط من هون الكوردينيت سيستم،
بعدين اختار 36 نورث وعمل له اوكي. لاحظ انه هون الاحداثيات صارت بالميتر بدل ما هي كانت انون بالبداية، وتأكد انه كل الامور تمام قبل ما نبلش شغل. لا عشان ابلش رسم حكينا لازم نحدد اول شيء السورس ماب، جبناها وعملناها جي ريفرنسنج وامورها تمام. الان الكوردينيت سيستم حددته وعرفته وهي شغال عليه الان، ضل علي اعرف البيربس او هدف الدراسة اللي انا بدي اشتغله. الان حكينا مثلا او اخذنا مثال انه ممكن نرسم هنا المناطق السكنية او البلوكس، حكينا اللي هي المناطق اللي فيها البيوت، ممكن نرسم الستريتس، ممكن نرسم نقاط حسب انا شو ما بدي ارسم. بداية راح اعمل مثلا كليك يمين على دوار المدينة او الفولدر اللي انا شغال عليه، كليك يمين نيو، بعمل شيب فايل، بخلي الاسم تبعه مثلا بيلدينج، بختار النوع يكون بوليجون، وبختار البروجكشن طبعا يكون 36 نورث زي ما احنا شغالين بالاصل، وهي اوكي. وهي عملت اول شيب فايل اللي بدي ارسم فيه البنايات، بعدين بدي اعمل نيو، وهي اعمل كمان مرة شيب فايل، واختار الستريت مثلا، واعمل يكون هنا بولي لاين، واعمل له اديت، واختار 36 نورث، واقول له اوكي. هاي ضفت اول اثنين. ممكن اعمل كمان واحد من نوع بوينت اسميه مثلا سيرفيسز اللي هو خدمات، يعني مثل مطاعم، كافي شوب، محلات تجارية، اسميه سيرفيسز واخليها بولي لاين، وهاي اديت، وهاي زون 36، وهاي اوكي. سوري احنا مش بولي لاين، سيرفيس خربطت فيها، فبدي اشطبها وارجع اعيدها. طبعا لاحظوا بتخربط بالشيب فايل، لازم تشطبه وترجع تعيده مرة ثانية. هاي شيب فايل وهاي سيرفيسز بوينت من 36 نورث، وهي اوكي، وكمان مرة اوكي. وهي ضاف عندي السيرفيس والستريت والبيلدينج اللي هم موجودات عندي. الان بدي ابلش بعملية الرسم، بعمل من هنا اديتور، ندور على الاديتور مش موجود، نعمل كليك يمين ونفعل الاديتور من هون، طلع عندي شريط الادوات تاع اديتور، اديتور ستارت اديتينج، هيك بتفعل عندي عملية الرسم على الفيتشرز الموجودين عندي. بدي ابلش ارسم طبعا حسب الترتيب اللي انا حاطه، اما سيرفيس او ستريت او البيلدينج. مان الاديتور شغال، شايفين شريط الاديتور. اخر اشي فيه كبسة كرييت فيتشر، بكبس عليها تفتح عندي هون، بسكر الكتالوج عشان ما يخربط الشاشة. هاي كرييت فيتشر، في عندي اما ترسم على البيلدينج او على السيرفيس او على الستريت. اوكي خلينا نسوي الستريت بالاول منها اسهل اشي. لاحظوا على الستريت بكبس كبسة واحدة، بتغير شكل الماوس، باجي من هون بغير الشكل، بخليه مثلا باللون الاصفر عشان بيطلع معي اوضح، هاي واي، وبنعمل اوكي. بدي ابلش الان ارسم الشوارع. الان ببلش مثلا من هون، هاي اول شارع رسمته، بكمل رسمه للاخير، الاخر امتداد له، بعمل دبل كليك. لان لاحظوا احنا هون ما عملنا عملية الاتريبيوت فيلد او ما عبينا اتريبيوت فيلد، عشان هيك بدي اعمل اديتور ستوب اديتينج واعمل يس، سيفت الاديت اللي رسمته بس الشارع الوحيد. بدي اجي عند الستريت اعمل اوبن اتريبيوت تيبل واعمل له فيلد اسميه اد فيلد مثلا، نعمل نيم، نكتب اسم الشارع يكون من نوع تكست، وبدي اعمل فيلد ثاني اسميه لينث، واسميه يكون طبعا بالفلوت، البرسجن 10 والسكيل 2 عشان يطلع عندي منزلتين، واعمل اوكي. هيك انا بكون جهزت ايش الشيب فايل تاع الستريت. ممكن اعمل للبيلدينجز اوبن اتريبيوت تيبل مثلا، احط اد فيلد، اكتب الكود، خلي شورت انتجر برسجن 3، نعطي كود لكل امارات او كل مجموعة بنايات. ممكن عند السيرفيسز اعمل اوبن اتريبيوت تيبل، اضيف النيم، نعمل اد فيلد نيم، نيم يكون تكست وعندي 50، نعمل له اوكي. نضيف كمان اتريبيوت فيلد، نعمل اد فيلد نسميه مثلا موبايل، ويكون شورت انتجر مثلا البرسجن تبعه 12، نعمل له اوكي. هيك خلصت اضافة الاتريبيوت فيلدز الموجودة عندي. الان بقدر اعمل اديتور ستارت اديتنج واكمل رسم الشارع اللي انا رسمته اول واحد مثلا هون، هاي موجود عندي هون الريكورد تبعه، بدخل الاسم تبعه مثلا ستريت 1 مثلا، اللينث تبعه خلي البرنامج يحسبه. انا خلصت اول شارع، برجع عند الستريت هون بكبس عليها، باجي ارسم الشارع الثاني مثلا، برسم من هون. لاحظوا اذا بتشتغل بسرعة بيطلع عندك الشغل غير دقيق، او لا يعني يفترض لازم تعمل زوم على الشوارع مظبوط وبتبلش ترسم
بدقة كاملة على أساس يطلع معك الشوارع مزبوطة. خلص على الأخير واعمل دبل كليك، هاي نزل الشارع الثاني. بدك تعمل الشارع الثالث مثلا من هون، تقدر تعمل زي هيك دبل كليك، هاي الشارع الثالث. في عنا هون مثلا الشارع الرابع، هاي دبل كليك، هاي كمان شارع هون، هاي دبل كليك، وهاي كمان شارع، هاي دبل كليك. خلينا نفترض احنا خلصنا الشوارع. طبعا بدك تشتغل بدقة لك ترسم كل الشوارع الفرعية، وتقدر تميزهم، تخلي مثلا الشارع الفرعي تعطيه كود مثلا 1، الشارع الرئيسي تعطيه كود 2 او العكس، عشان تميز شغلك. بس تخلص ستريس، لاحظوا مثلا عندنا هون الدوار، بقدر اعمل عن طريق اداة السيركل. هون بعمل على السيركل، بكبس بنص الدوار كبسة، ببلش هيك اعمل، ببعد الماوس شوي، بعمل كبسة زي هيك. لحظة، هي نزلت عندي سيركل موجودة. في حال خربطت برسم اي اشي او بدي اعدل اي اشي، بكبس على الماوس الاسود هون، كبسة واحدة لبرا، مثلا هذا الشارع كبسة واحدة عليه، هاي تضلل. بقدر اكبس ديليت على الكيبورد وينحذف عندي. هاي الدائرة مثلا كبسة واحدة، بقدر اغير مكانها في حال كنت مش جايبها مزبوط على الدائرة او على الدوار مزبوط، بقدر ارجع اغير مكانها، اخليها هون مثلا او هيك مكان ادق. بس اخلص الرسم كامل على ستريت، بعمل اديتور، سيف اديت، سيف لي كل الاديتس على الستريت. باجي على البيلدينجز مثلا، حكينا راح نرسم هون اللي هم مثلا مجمعات سكنية او بلوكات سكنية. بقدر اقسم المنطقة مثلا هون لهي، هاي بلوك مثلا بعتبره 1، هاي بلوك 2، هاي بلوك 3، هاي 4، هاي 5، هاي 6 مثلا، وهاي بقدر اعملها انها المدينة الرياضية كاملة. خلينا نبلش مثلا باول بلوك من حدود الصورة هون، بكبس هيك، بمشي على الحدود بالضبط، بعدين بعمل زي هيك، احدد حدود البلوك السكني او التجمع السكني الموجود عندي هون. هاي هيك كانت الامور تمام. طبعا انت لازم تكون عامل زوم بحيث يطلع معك شغل دقيق، بس هون للتعليم دبل كليك، هيطلع عندي اول بلوك سكني. بفتح على الاوبن اتريبيوت تيبل، بعبي له الكود مثلا ايه، هاي سكر، سوري احنا حطينا هو انتجر فلازم نعبي الارقام، كود 1، هاي انتر. باجي على البلوك الثاني مثلا من هون ببلش فيه، بروح على الاخير، برجع من هون وبمشي مع نفس اللاين المرسوم عندي هون. هاي بعمل open attribute table، بعد ما رسمت الثاني بعمل الكود 2، هاي انتر. الان اذا بدي ارسم بالرسم او ادق كثير بالرسم اكون، لازم مثلا اعمل زوم من هون، ابلش عند كل بناية ارسمها عن طريق البرنامج، واعمل على الedit tool. حكينا بنرسم بدقة اكبر لازم نروح على نعمل زوم كبير زي هيك، بعدين نروح عند البيلدينج نكبس عليها ونبلش مثلا نرسم هاي البناية لحالها، برسم عليها بوليجون صغير هيك لحالها. طبعا يمكن بتشوفوا هذا الشغل كثير اصعب، مثلا هاي بناية ثانية، مثلا هاي بناية ثالثة، فهيك بصير لما تزيد الديتيلز عندك بصير اصعب الشغل، بده وقت اكثر. لكن انت بالنهاية بدك تعمل خريطة، لازم يكون عندك مثلا اكثر من حد بيشتغل فيها، او بدك وقت تشتغل عليها. ممكن تخصص مثلا يوم او ساعة او ساعتين لكل بلوك من هالبلوكات، ترسمها بدقة اكبر. وما تنسى انه اهم اشي اي اشي بترسمه تعمل open attribute table، وتبلش تعبي الريكوردز تبعاته او الداتا تاعيته الموجودة حسب انت هدف دراستك المطلوب منك. خلصنا مثلا من البيلدينجز، بدي اعمل زوم تو لاير للخريطة، لا اعمل زوم تو لاير للريكتيفايد عشان تجيبها كلها على الصورة. لا مثلا بقدر اعمل هون انه هاي المدينة الرياضية، فباجي بعمل على البيلدينج وبعمل من هون من اولها من هون هيك مثلا، امشي مع الخط. طبعا بقدر اعمل زوم حكينا عشان الدقة اكثر تكون. هاي المدينة الرياضية كحدود لها من برا، نكمل رسم بالنقاط. كل ما زدت النقاط كل ما يطلع معك الكيرف سموث او الشكل سموث وما في تعرجات كثيرة.
بعد ما تخلص اعمل دبل كليك وهاي نزلت عندك، مثلا تقدر تسميها المدينة الرياضية او اي شيء بدك اياه. لان السيرفيسز البوينتس كثير سهلة، انت بس بتحرك الماوس. مثلا افترضوا انه عندنا هون مثلا مطعم، بكبس كبسة واحدة هون، هاي نزل النقطة عنده، بروح عند السيرفيس بعمل اوبن اتريبيوت تيبل، بعبي النيم مثلا تبعه، مثلا ريستورانت، الموبايل تبعه مثلا بدخل الموبايل نمبر اله، برجع بحط هون مثلا عندي سيرفيسز ثاني ثالثة رابعة خامسة، اي مكان بكبس فيه هون بعطيه النقطة، بضيف لها ريكورد، بعبي هاي الريكوردز الموجودة عندي. هاي السيرفيسز كثير هون لازم تكون موجودة. اوكي، بس تخلص رسمها بتعمل تعبي كل اتريبيوت الها، وبعدين بالاخير بتعمل اديتور سيف اديت عشان يسيف لك الاديت على هذول الثلاث. لما تخلص رسم كل اشي بالخريطة وتظبط كل الاشياء اللي انت بدك ترسمها، بتعمل اديتور وبتعمل ستوب اديتنج، والان هيك انت سيفت كل الشغل تبعك. لان صورة الريكتيفايد اللي هون بعد ما انت رسمتها عن طريق الشيء البوينت واللاين والبوليجون او هدف الدراسة تبعك، تعملها ريموف، بطل الها داعي. صار الان هاي الخريطة المرسومة عندك، وتخيل انه هاي البيلدينجز كلها مرسومة على شكل زي هيك مربعات صغيرة بكامل الخريطة، بيطلع عندك صورة او يعني اشي طبق الاصل عن الخريطة الاصلية اللي هي تبعت الريكتيفايد او اللي جبناها من جوجل ايرث. لا، ممكن تعمل عملية ليبلينج، تعمل هون بروبرتيز مثلا، بروبرتيز للبيلدينج عشان فعل عملية الليبلينج عليها. يمكن صار البرنامج يعلق شوي، مشغل كثير برامج عندي هون، فهي بعمل ليبلز مثلا حسب الكود. هاي اوكي، لاحظوا كل مكان اخذ الكود تبعه. على السيرفيسز مثلا بعملها بروبرتيز، برد بعملها ليبل مثلا، خلينا نعمل ليبلنج للسيرفيسز حسب النيم، مع انه ما عبيت نيمز انا، بس انه راح يطلع لي النيم تاع الريستورانت اللي انا عبيته هون مثلا. هلا بعمل ليبل حسب النيم، بعمل اوكي، هاي الريستورانت طلع عندي هون. تخيل اني كاتب عند كل النقاط وطلع عندي خريطة كثير متكاملة وامورها 100%. بعد ما اخلص الرسم زي هيك بنتقل لمرحلة اللي اوت زي هيك، وبلش اعدل على الخريطة واعمل عملية اللي اوت مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة. وهيك نكون خلصنا عملية الديجيتايزنج من صورة راستر. نراعي الدقة اهم اشي، ونراعي انه شو نرسم وشو نعمل زوم مناسب وشو الالوان والاشياء المختارة هون، بحيث تطلع معنا خريطة تكون مميزة وما يكون في اي مشكلة لما الشخص يطلع عليها او يقرأها. ونراعي ايضا العناصر الاساسية تاعت الخريطة اللي تعلمنا عليها قبل، انها تكون متوفرة باللي اوت اساس الشخص اللي بيمسك الخريطة ما يخربط فيها. هيك نكون خلصنا عملية الديجيتايزنج من راستر، ويعطيكم العافية.